بارطاجيو الخوت هاد اللايف، راه حنا قلال وبغينا الناس جداد يدخلوا ونستافدوا جميع. يلا تنقرا لي ميساج ديالكم. خويا ادريس تيقول لي الكلبه ديالو ما تتاكلش مزيان، شنو ندير ليها؟ اوكي، الكلبه ديالو ما تتاكلش مزيان، شنو ندير ليها؟ خويا ادريس راه هذيك راه كومبورتمون، راه انايا مجرب الكلاب كاملين، ولكن كاينين كليبات اللي تيكونوا تبارك الله وكالين، وكاينين الكليبات اللي تيكونوا ما تياكلوش مزيان. دابا كاين بزاف ديال العوامل اللي تتخلي الكلب ديالك ما تياكلش مزيان. المهم سير معايا في الريتم. كاين المشكل الاول هو ان الكليب لا كان بوحدو، لا ما كانوش مع خوتو، حيت باش يكونوا مع الخوت ديالو كما تنقولوا تتولي كومبيتيسيون، تولي الكلب خايف لاخوه ياكل الماكله، تيوليو كلهم تبارك الله تيهبطوا على هذاك الكامل تيساليوها. علاش؟ حيت عارف بان الا ماكلاش راه خوه غياكلها، على داك الشيء مع تتحط لا كامل مع تتكال. هذه الحاجه الاولى. اذا لا كانت الكليبه ديالك بوحدها ما كاينش شي واحد اللي غياكل الماكله ديالها، اذا انت تبقى تاكل بشويه عليها، عارفه بان هذيك الماكله راه غتبقى راه ديالها. هذا المشكل الاول، تبع معايا ادريس، هذا المشكل الاول. المشكل الثاني هي شنو؟ هي تكون الكلبه ديالك مولف تتعطيها الكروكيت، نقولوا راك غادي تتعطيها الكروكيت ياك، ولكن شنو طرا واحد النهار قلتي بغيتي نتهلا، انت بغيت نتهلا في الكليبه ديالي، بغيت نتهلا في الكليبه ديالي، عطيتيها لا دانت، عطيتيها شي حاجه اللي تنقولوا ابيطونت، شي حاجه اللي بنينه، عطيتيها شي لحام، شي حاجه اللي بنينه، من تما الكلبه ديالك ما غاديش تبقى تبغي تاكل لك الكروكيت. سي نورمال، غتولي تحبس، غتقول كي بحال تو كري ان بوزوان، عطيتيها شي حاجه اللي حسن، اذا في الاخر غتولي ديما باغا هذيك اللي حسن، ما غاديش تبغي تاكل لك الكروكيت. هذه تتوقع بزاف الناس يطيحوا في هذا المشكل هذا. اذا انت من بعد خاصك تعاود ترجع على الكروكيت وتتكرفص معها، تتولي ديما ما تتبغيش تاكل باش تعطيها هذيك الحاجه اللي بنينه. هذه ثاني حاجه. اذا اي واحد عنده كلبه وبغى يعطيها الماكله، من الاحسن كنتي متبع الكروكيت ومريحينك كمل ليها ديما في الكروكيت، كنتي دير لها الماكله ديال الدار كمل ليها بالماكله ديال الدار، خصوصا الا كان شي يلاه تيديفلوبا خاصك تعبر ليه هذيك الشيء، خاص ما تحرموش من الاملاح المعدنيه اللي هما لي مينيرو، ما تحرموش من لي فيتامين، ما تحرموش تعطيه الماكله اللي ايكيليبري باش تبارك الله يكبر مزيان ويديفلوبا مزيان. اذا هذا هو كما قلت لك، هذا هو المشكل الثاني. المشكل الثالث هو شنو؟ هو ان الكليب ديالك ولا الفوميل ديالك تتكون هي من الزياده هي ما عزيزش عليها الماكله، ما تتحملش شي حاجه سنبغان. كانت مع لي شيو ولا ما كانتش مع لي شيو، هي جينيتيكمون كومبورتمون ديالها ماشي وكاله. كاينين شي كليبات بحال هكا. ورابع حاجه هي ان الكلبه ديالك تكون مريضه، تكون كانت تاكل مزيان وهاد العوامل كاملين ما كانوش، وزيد عليها تحبسات الماكله دقه واحده، تما فين خاصك تحضي تشوف واش تطرد تقيه، تشوف واش درجه الحراره ديالها طالعه، تشوف واش عندها لا دياري في اللي هو الاسهال، تما غتشوف لي طات سونتي ديالها بانت لك مزيانه، هي هذيك بانت لك بانها راه مريضه، تما فين خاصك دير عند الفيتيرينير وتشوف مالها، تشوفها مالها باش ان شاء الله ما تضيعش لك. ونتمنى الخير، حيت الكليبات الصغار الخوت خصوصا لا غاز ديال الروت راه سونسيبل. ونتمنى الميساج يكون داز ودريس. المهم عطيتك أربعة ديال العوامل، دابا انت يحكم على الكلبه ديالك، دابا انا ماشي معاك باش نعرف شنو كاين، المهم احكم على الكلبه ديالك وعرف شنو 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 كان طاري لها. ومرحبا. شحال ديال الوقت نحبسوا الكلب من الماكله؟ يلا كنعطيوه فيرميش. ما فهمتكش اسعد، تتعاود لي الميساج ديالك وان شاء الله نجاوبك. هاد القضيه ديال الفاكسان ما كانتش في راسي. ميرسي شيف مروان، مرحبا مرحبا، افيك بليزير. خويا ادريس نو هي الطبيعه ديالها ما كتاكلش مزيان، النهار جبتها ولقيت واحد الميديكامون تيحل الشهيه. هادوك ادريس ادريس خويا ادريس، هذوك لي ميديكامون اللي مع الواحد يبعد منهم، فهمتي؟ هذوك لي ميديكامون ها تيبقاو يخرجوا على الكليبات. من الاحسن تاخذ، كاين هذوك ابيطون، كاين دي زويل
لا مشيتي عند لي زانيمالغي سولهم على 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 سميتو ما عرفتش كاينين كاينين ديال ميغادوغ وكاينين ديال نوتريفيت وكاين بزاف. المهم هما بحال الويل سومون ولكن هذا ماشي الويل سومون، هما دي زويل تيتزادوا فوق الكروكيت ولا الماكله اللي بغيتي تعطي الكليب ديالك، وتيعطيو فيهم واحد لي زاروم، واحد لو كو زوين ان الكليب ديالك تيتشهى ياكل داكشي. المهم قلب على هادو، سير عند لانيمال غي وسولو وشريهم. انا ما تنخدمهمش انا، حيت الكليبات مولف لهم ديما الكروكيت، ما كاينش ما تندخلش لهم اللحام ولا شي حاجه. علاش؟ حيت عارف النهار غنعطيهم الماكله ديال الدار، غنكري لهم ان بوزوان، غيوليو باغي لي غير الماكله ديال الدار. وزيد عليا انا تبارك الله عندي 10 د الكلاب، 10 الخوت تبارك الله 10، كي غندير معاهم؟ وخاصني دابا نخدم شي واحد اللي بدا غير يطيب لهم. وا دريس هو هذا ابيتين. المهم كاينين دي مارك، انت خذ لا مارك اللي تعجبك، شوف لانيمال غي، شوف لي مارك اللي مزيانين. المهم بحال هكا هذا الويل، هذا دابا انا اللي حليته غيعطيني واحد الريحه. المهم هذا تيكونوا دايرين فيه دي زاروم، دايرين فيه واحد الريحه مجهده، تدير غير معلقه في على الكليب ديالك، كي بحال تتعطي بحال راك عطيتيه اللحم طايب، وباش تعطيه ليه صافي تيولي تبارك الله ياكل لك مزيان. ولكن دريس فوالا لقيتو اش كيدير. ولكن دريس ما تنساش واحد القضيه، كاينين جوج الحوايج جاوا ما عندك، اما تصبر معاها تخدم معاها على الكومبورتمون ديالها ترجعها تاكل مزيان، اما تخدم هذا غتولي تاكل لك الكليبه ولكن نهار تحيدوا ليها ما تبقاش تاكل، غتولي انت ديما زايد 140. دا كما قلت الثمن ديالو 140، ما عرفتش شحال غيدي لك، واش غيدي لك سيمانه ولا غيدي لك جوج سيمانات ولا ثلاثه ولا شهر. مهم غتولي ديما خاصك تشري. اذا الفلوس خويا ادريس، ولا تقدر تخدم مع الكليبه ديالك، تقدر تخدم مع الكليبه ديالك انها ترجع تاكل مزيان. شنو غدير ليها؟ نعطيك دي زاستوس. اول حاجه شنو غدير؟ ان الكليبه ديالك قبل ما زعما كنتي تعطيها ثلاثه مرات في النهار، اعطيها جوج مرات في النهار، اعطيها في الصباح بكري وفي الليل. وباش غتبغي تعطيها غتحط ليها لا غاميل، غتعطيها تاكل. ما بغاتش تاكل غتحطو ليها، غتحسب ليها 5 دقائق، مع هذيك غتحطو وغتبقى حاضره. ما بغاتش تاكل في ديك 5 دقائق ولا 10 دقائق بان لك تتلعب، حيد ليها لا غاميل صافي حيدها، وان شاء الله خليها حتى الليل وعطيها تاكل عاوتاني. ولكن باش غتعطيها تاكل عاوتاني ماشي غتعطيها الماكله ديالها ديال الليل بورسيون ديالها وغتزيد البورسيون ديال الصباح، لا غتعطيها البورسيون ديال الليل وصافي. بانت لك ما بغاتش عاوتاني تاكل حيدها ليها، ونحلف لك اخويا ادريس نهار مورا نهار مورا نهار غتبان لك الكليبه ديالك غير تحط ليها لا كاميل، غتبان لك تتعفط تتاكل صافي، تتبغي تسالي ديك لا كاميل. علاش؟ علاش اخويا ادري؟ راه حتى هما تيفهموا، حتى عارفه بان راه لا ماكلاش في ديك الخمسه دقائق ولا 10 دقائق غتحيد ليها لا كاميل وغتبقى بالجوع. كي بحال انت شنو غتخدم عليها؟ هذيك الخدمه ديال الخوت ديالها، دوك لي شيو اللي تيكونوا معاها دابا، باش يكونوا هما اربعه ديال لي شيو بيناتهم تولي تخاطفوا. علاش؟ حيت عارف بان الا ماكلاش خوه غياكل. دابا انت غدير لها نفس اللعبه، غتولي تحط ليها لا كاميل، تحسب لها 5 دقائق غتحيدها لها، حتى هي غتولي تخاف، غتولي تقول لا ماكليتش غيحيد لي لا كاميل. المهم دريس راه كاينين جوج حوايج كما قلت لك، اما هذا ابيتين، اما خدم ليها على الكومبورتمون ديالها. ونتمنى ان شاء الله يكون خير. مروان اكبر غلط تديرها الواحد هو فين تيخلي لا كاميل قد داك الشيء كما قلت مروان، اخيب غلط والغلط اللي تيديروه بزاف د الناس هو شنو؟ وانهم تيخليو لا كاميل الكليب ديالو، اما تيكون مزروب خاصو يمشي للخدمه وتبان له الكلب تيتعوج عليه، تما تياكل حبه وتيمشي لهيه وياكل حبه ويمشي لهيه، وتيقول صافي انا عرفتي شنو غندير، غنمشي للخدمه ونخلي له لا كاميل. لا، اول حاجه ان الكلب تيولي يطيح لا كاميل، يولي يوسخ هذاك الكروكيت وياكل من الارض، اول حاجه تيتوسخ. وثاني حاجه انه ما تيوليش ياكل مزيان، تيولي يبقى ياكل حبه بحبه. علاش؟ تيقول بان لا كاميل غتبقى معايا النهار كامل، غناكل غير شويه ومره شويه ومره شويه ومره شويه. والحاجه الثالثه الخوت، المشكله الثالثه هي شنو؟ ان الكليب ديالك لا ولا ديما لا كاميل حداه من غير انه ما غاديش يبقى ياكل مزيان. الحاجه الثالثه الخوت هي ان الكلب شنو غيطرى عليه؟
انه غيولي يدير لي بوزوان فوق ما غيولي يدير لي بوزوان نهار كامل ياكل شويه ويطلع لي بوزوان ياكل شويه ويطلع لي بوزوان ياكل شويه ويطلع لي بوزوان اما لا كنتي تعطيه مره واحده في النهار ولا جوج مرات في النهار ولا ماكلاش تحيدو لا كامل علاش حيت بالكلب باش تياكل نيشانس الراس ديالو تيقول له يلاه نمشي ندير لي بوزوان اذا مع غتعطيه الماكله ياكلها وغياكل تبارك الله الكامل ياكلها كامله غتحل غتخرجوا برا الزنقه غتخرجوا برا الزنقه وغيبان لك بانه تيدير لي بوزوان ديالو فرح به باش يبقى ديما يدير لي بوزوان في الزنقه تعطيه لا ريكومبونس تفرح به ومنها باش الكليب ديالك يولي بروبر اذا الخوت اللي تيخلي لا كامل ديما حدا الكليب ديالو اول حاجه الكليب ما تيبقاش ياكل مزيان ثاني حاجه تيولي موسخ تيولي يدير لي بوزوان ديالو وينعس عليهم يبقى ديما معاهم علاش حتى تيولي كل شويه يدير لي بوزوان ونتمنى الميساج يكون وصل الخوت.